በአሁኑ ጊዜ በተለይ በዘመናችን ማለት ነው ሰዎች ሰውን ለመግደል ወይ ደግሞ ነፍስን ለማጥፋት የውሃን የሚጎራጩ ይሃል እንኳን አይከብዳቸውም። ይሄ የሆነው በፍጹም ከሃይማኖት ጋር የተያያዘ አይደለም ወይ ደግሞ ዲን አዟቸው ይሆናል አይደለም። ማንኛውም ሃይማኖት አያዝም ይሄንን على فكرة إهم بتملكته سمونون بليبيا بوندم بوغنو تشاتش لا يتفتمو يتدرغو يتفتش أفعنا أسك أكي قديا بدعم يمي أسازن بزي نقر بدعم أزننا يمن من يو لتقدلوتم لتقدلو سواتشن قدي إهي قدرنو جن بدعم يمي أسازن لبيت سواتشاتشو መጽናናትን እንመኛለን። ላኪን ይሄንን በተመለከተ ማስተላለፍ እንፈልገው መልእክት አለ። አንደኛ ከሰማይ የመጡት ሙስሊምም ሆነ ሙስሊም ያልሆኑ ክርስቲያን ወገኖቻችን በተለይ ኢትዮጵያዊ ሆኑ ወገኖቻችን ማወቅ ያለባቸው ነገር አለ። ምንድነው እሱ? ማንኛውም ከሰማይ የመጡት መልእክት الله يلاكاتشو يمتوت أمست نقر اللي متبقنو يعني أمست نقروت عندين نكونو عندنا النفس ماني يوم نفسي على حق عند تقدلنو هلتنا المال نبرت مالتنو يا لحق عند يوسرنو سوستنا العرض سبقنا يسوي ليش كبر متبق على لبت أراتنيا يسولج نتبك الله سبحانه وتعالى كاززاتو نقروج الدين دين حيمانوت من نكاتي اللبتم سو يفلقون حيمانوت مكة الإجلال الله قل نقروت على إهنن إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا سو حيمانوت سلام الرتع مقدر اللبتها يبالم لا إكراها في الدين دين وسط ماسك الدين لهم أنني داعش يمي بالو سووش يمي عدر قوت بالأم ماوك اللباتش سووش مالتنا الناس يمي قلوت كريستان بيشار اللهم مسلموش يمي قلن نبياتنا عليه الصلاة والسلام يخرج في آخر الزمان تملكتو نبياتنا صلى الله عليه وسلم نبي النب يخرج في آخر الزمان بآخر الزمان يهونه هزبوتي مطالو على حلساء الأسنان እድሜያቸው ትናንሽ ሆኑ ጻናቶች ልጆች ናቸው። ሱፋሃኡል አህላም አርቆ ማሰብ የማይችሉ ደደብ ምንም ማሰብ የማይችሉ ደደቦች አለዋል። يقرؤون القرآن قرآنን ይቀራሉ አለ በአፋቸው በመላሳቸው። አንዳቸው እነሱ ጋር ስትመጡ የነሱን ሰላትና የነሱን ቂራአት ስታዩ ራስን ትንቃላል። ዲኑ ግን ያለው ከአንገቱ በላይ ብቻ ነው አለ። ወደ ውስጥ አልገባም ወደ ውስጥ የለም ዲኑ يمرقون من الدين ከሃይማኖታቸው እንደም ይወጣሉ አለ። كما يمرق السهم من الرمية عند ተቋሽ سهم يدرو ነገር ስለሆነ ስለማይገባቹ عند ተቋሽ መሳራ ተቆስ የሚወጣው ጥይቱን አይደለም እንደዛ عند ጥይት ከዲናቸው ተውሮ ይወጣሉ አለ። ስለዚህ أنني سويت أسلت أن صورتاتو مقدر على باتشوال طيب أنا سؤال تياكي مالثنا أنني هون يتجفجفوت هاي سمنتو يدمو سلاسة زيغوج من دون ونجلاتو ديناتو من أميهون هاي معنوثاتو من أميهون هل النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا نبياتنا عليه الصلاة والسلام يانتن هاي معنوثي هل تكتلى تفجب بلوان أنا لو يسلمنا هاي معنوثا للم الإسلام دين السلام ሁለት ነገሮች ልንገራችሁ። ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከመካ ሃይማኖታቸውን እንዳይከተሉና እንደፈለጉ ሃይማኖታቸውን እንዳያስከዱ ከመካ ተባረሩ። ለአስር ዓመት መዲና አገር ኖሩ። ወደ መዲና ሲመለሱ አሸነፈው እነኚህን የመካ ኩፋሮችን አሸነፈው ተመለሱ። ሲመለሱ እነኚ ለ13 ዓመት ሲጨፈጨፏቸውና ሲያንከራተቷቸው የነበሩትን የመካ ሰዎችን
اندرين اندانت مهو بيهون من مدرق نبرباتشو ماسك آيات مقدل مجفجف ماسر ويدقو مسكال نبرباتشو عرلم لك تتسبسبو كعباقا نبياتي عليه الصلاة والسلام متو قومو هلو متو تسبسبو متو سيسبسبو نبي تيقواتشو ما تظنون أني فاعل بكم هذا نبي الرحمة يا أنان تسوتشو يا يا درقاتشو ينتاقو تالاتشو أي الرسام أنينم كاغري أبراتشو ينين تكتايوشم أسك أيتاتشو لزيهو اللي أبكاتشو أني أهون من عندما درقاتشو نمتحسبو تالو يميقر ونقر كفارو تزانك ينبرو تيمكا قريشوش يقواتشو نبر نبيتنا عليه الصلاة والسلام من قالو أخ كريم وابن أخ كريم وابن أخ كريم أنت هتقام تقستنيا أنيوم دقسو نحنا واندما تشنا ترو يا قوت هاتين دقل جنهنا ترو نقرن نتادر قنو من الناس وعلو من قالو نبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء هيدو قالو أن أنت تلك أتشوال ما نمي من ناقراتو سوي اللم اندفن لقاتو نورو قالو لم نسلم الناس القبان بلا تبلو إذا تفا تفا سو على سمان بمكة وستمان ثم طيب اسلم الناس سو كالقبان بلو ما تفا تفا كيت نيمتاو أناكم أنني والله أعلم أنني مثلاً خوارج يمي بارو تقدم حديث يمي تكسر أن النسو من دنو يمي أسد ستاتجو سوون ما تفا تفا نو قن يمي أسازنو نقر إنيا إثوبيا ونوش سنبال بنيالا إيه نقر سيدرق عندان سووك اسلمنا إيه نني مياز ويدقمو يسلمنا من قدي مسلا جونا لباتو يسبران إيه اسلمنا عيازم نبياتنا عليه الصلاة والسلام إثيوبيا عند التكبر بحديث تنقران بتاريكم مالا إثيوبيا علي صحابو تشجران دي وطو تهزوال كذي بلاي كبران لني هبا شاهدو فإن بها ملكا لا يظلم أحد عنده عند سو إذا نقصك أي بدل ماله تاليا صحابو تن يتكبلوا سووشن زاري بندزي عنات من قد ما تفتف إيه شكاني نو كمسلمو تو يمي تبك أو من دنو إنني يتقدلوا سووش بهاي ما نتسم أندال هنا لا وغنو تشاتو ما ساوك على باتشو النسو الله أكبر يميلون قلبي تأكموا مالتنا سبحان الله مسالم مالت سلاموي مالتنا إنيا باقراتين بيتوبيا كدروم جمرو كتنت كمسارتو بمحاكلاتين مسلمنا كريستاني ميبال نقر تلالن دي علم نزيان نقر يلم إنيا أني اسكم باكو كالجنة جمرو مسلمنا مسلم كريستاني وغنو تشاكين أندرين من نور أندا قرص مالتنا أندي قربيت እንዲሁም በጣም የሚገርማችሁ ነገር አንድ አከባቢ አንድ ሱቅ ነው የምንተከመው አንድ ትርት ነው የምንማረው በአገራችን ማለት ነው ይሄ በእኛ ሀገር የለም ይሄንን በመሐከላችን ችግር ለመፍጠር ከሆነ ንያቸው ወይ ደሞ እኛ እንድንባላ በመሐከላችን ችግር እንዲፈጠር የሚፈልጉ ኃይሎች ካሉ ሞቱ በገይዝኩም ባልዋቸው ይሄ አይቀየርም እኛ ወደፊትም በሰላም በአገራችን አብረን እንኖራለን ይሄንንም ማወቅም መታወቃለን።